السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم، أنا بعتذر عن عدم وجود توتوريال الأسبوع اللي فات لأني كنت مريضة. النهاردة إن شاء الله هنعمل البانجل دي باستخدام الماتريكس. يلا نشوف إزاي. هعمل إليبس 50 × 60، بعدين هعمل منها أوفست 3، هعمل ريبيلد للخط ده على 12، ونفتح الكنترول بوينت وهعمل سيلكت للنقط دي، وبعدين سكيل باستخدام جامبول بالمنظر ده، وهعمل سيلكت للنقط التانية وسكيل برضو بس لجوه شوية. هعمل اكسترود كيرف من ناحيتين 0.8، وبعدين هحرك الاليبس دي هنا 5، وما بينهم خط، وبعدين سويب 2. هعمل ميرور للسيرفس ده، وبعدين هعمل اوفست كيرف اون سيرفس من فوق ومن تحت 0.3. هعمل سبلت للسيرفس ده، والجزء اللي طلع ده هعمل له اوفست سوليد نو 0.6، علشان لما احط الباتر تبقى داخله جوه الشكل بتاعي. بعدين هختار سمارت باتر، ونختار الشكل ده مثلا. زي ما انت شايفين هنا هو مفتوح، ده لو استخدمناه كده هيسبب نيكد ايدج، فالمكنة هترفض انها تطبع، فلازم يبقى كله بولي سيرفس واحد. هقفله، بعدين هعمل دوبليكيت بوردر، نعمل خطوط هنا، وزبلت للخط باستخدام الخط ده، وبعدين سويب 2. هنا هعمل باتش، وهنا برضو، ونعمل ميرور. بعدين جوين، علشان نتأكد ان مفيش نيكد ايدج هنيجي من انالايز، نختار ايدج تولز، بعدين شو ايدجز. في هنا عندنا 2 نيكد ايدج، حل نعمل ايه؟ هنيجي برضو من انالايز ايدج تولز، بس هنختار جوين تو نيكد ايدج. هختار الايدج دي ودي، هو اتحول لشفاف شوية، فهعمل اكسبلود وبعدين جوين، بس كده. هي هنا ارتفاعها 1،
هعمل لها سكيل 1 دي وخليها 0.6 بس علشان الوزن. وبعدين هنيجي للسمارت باتر ونختار الاوبجكت، ومن هنا نختار السيرفس ونزود العدد شوية. من هنا بختار عاوزة الناتج اللي يطلع يبقى مش ولا بولي سيرفس. ميزة المش انه بيكون اسرع فاختاره مرة دي وندوس جو بس كده. هعمل ميرور للسيرفس ده علشان هنحط عليه باترن تانية ونشيل ده. ونعمل offset surface 0.6 نختار شكل من الأشكال دي. هاخد شكل الوردة هنا نفس الطريقة برضو. محتاجين نقفل البولي سيرفس. هعمل دوبليكيت بوردر وزبلت للخط باستخدام الخط ده، ونقفل السيرفس باستخدام باتش. وبعدين نعمل array بولر على 4 وجوي. تعالوا برضو نتأكد في naked edge ولا لأ. هنيجي من analyze ونختار edge tools بعدين show edges. تمام، هنا مفيش naked edge الحمد لله. هي هنا ارتفاعها 1، هعمل لها scale 1 دي وخليها 0.6 بس. هنيجي للسمارت باتر، نختار الاوبجكت والسيرفس. هنا هي مقلوبة، هعمل فيليب والمرة دي هخليها بولي سيرفس عشان تشوفوا الفرق. ندوس اوكي. نتأكد في نيكد ايدج ولا لأ. تمام مفيش. اوقات المش بيحصل فيه نيكد ايدج، فبعد ما تخلص اتاكد ان مفيش نيكد ايدج. تعالوا بقى نرص الستون. هعمل اوفست للسيرفس ده 1، وبعدين من الخط اللي انا بنيت بيه السيرفس ده هختار جيم اون كيرف وهخلي مقاس الحجر 1.2 والمسافة ما بينهم 0.2 ونشد كده لغاية لما الستون تبقى مكملة الشكل بتاعي كله. تعالوا بقى نحط البرونجات. برونج أدر ونحدد مقاس البرونك 58 والارتفاع 0.6. خلي بالنا ان هنا في ارتفاع للبرونج الصغير والبرونج الكبير، فخليهم الاثنين نفس الارتفاع. هزود الفيلت شوية وندوس اوكي بس كده. تعالوا بقى نعمل الكاترز باستخدام جيم كاتر. هختار الستون
مش هغير حاجة غير ان انا هزود طول القطر علشان يبقى مفرغ شوية، عشان يبقى مفرغ من تحت. ده المنظر ده. بعدين نعمل بوليان ديفرنت بس كده. كده البنجل بتاعتنا جاهزة للطباعة. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.